رأيناه بالأمس بالجزائر مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، مجزرة تحكيمية. فريق الوداد تعرض لمؤامرة، تعرض لمجزرة تحكيمية كما قلت، بطلها الحكم الإيثيوبي تيسيما اللي أمام استغراب الجميع يرفض أهداف ويعلن عن أخطاء غريبة ويعلن عن أشياء في مصلحة الفريق الخصم. هذا يرجعنا 50 سنة إلى الوراء في إفريقيا. بكل صراحة ما شاهدناه أمس لا يخدم كرة القدم الإفريقية بتاتا. وفريق الوداد بفضل عزيمة اللاعبين وبفضل عزيمة كل مكونات النادي وقف الند للند، ويعني استطاع أن يتجاوز تحيز الحكم، واستطاع أن يتجاوز كل العراقيل التي وضعت أمامه من أجل أن يكون ممثلا مشرفا لكرة القدم المغربية. هذا ملف جديد يفتح بالنسبة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، هذا ملف جديد يخص كرة القدم المغربية، وكنا يعني معنيون بما تعرض له فريق الوداد من ظلم تحكيمي ومجزرة تحكيمية. فريق الوداد يعني بسرعة أرسل بلاغ شديد اللهجة إلى الكونفدرالية الإفريقية. نتمنى أن تتفاعل الكونفدرالية الإفريقية مع بلاغ الوداد وأن يعود الحق لأصحابه، لفريق الوداد الرياضي البيضاوي الذي شرف وجه الكرة المغربية أمام ممثل الجزائر. لأن فريق الوداد بكل صراحة لعب مع 14 واحد ماشي مع 11، مع 3 ديال الحكام ومع فريق مولودية الجزائر. نتمنى أن تتحرك الكونفدرالية الإفريقية لإنصاف فريق الوداد البيضاوي. أعتقد أن كل الظروف هي بجانب فريق الوداد. تشكيلة فريق الوداد عندها كل المقومات باش تجاوز في لقاء الإياب فريق مولودية الجزائر. فريق مولودية الجزائر فريق اللي عادي وعادي جدا، ما بينش مستوى كبير، ولكن أعتقد وأؤكد لكم أن فريق الوداد سيتجاوز فريق مولودية الجزائر في لقاء الإياب وسيتأهل بإذن الله لمباراة نصف النهائي.